مشاهدينا الكرام، للحديث عن دلالات اعتقال السلطات الإيرانية قائدا سابقا في الحرس الثوري الإيراني والدعوات للانشقاق في الحرس وسط استمرار التظاهرات، معنا من لندن عبر سكايب الكاتب السياسي طاهر الأحوازي. حياكم الله أستاذ طاهر. بداية، ماذا يعني قيام السلطات الإيرانية باعتقال القائد السابق لقوات الحرس الثوري الإيراني محمد باقر بختيار؟ هذا السلام لكم ولمشاهديكم الكرام. بالنسبة لاعتقال هذا القائد وأيضا الكثير أمثاله هو دليل أنه النظام أصبح في عزلة كبيرة، وخاصة عندما نشاهد احتقال أو حتى انتقاد بعض القادة إن كان في الحرس الثوري أو حتى سياسيين. وأعلنت الصحافة الإيرانية نفسها عن تراجع المسؤولية لقادة كبار مثل شمخاني وغير شمخاني لعدم تنفيذ أوامر النظام بالنسبة لمواجهة الشعوب الثائرة السلمية، وخاصة يعني أشاروا إلى نقاط محددة بالنسبة للمجازر التي قام بها النظام الإيراني كان في كردستان، بلوشستان وحتى أراضي الشعوب الأخرى. فهذا دليل أن النظام أصبح يتفكك داخليا ويخسر حتى جماهير المقربة إلى مثل قادة بالحرس الثوري الذي كان لهم دور بارز في وقوف هذا النظام على رجليه واستمراره لأكثر من 43 يعني عام. هذا التصريح الذي أو التسجيل المسرب لقائد بالحرس الثوري الإيراني قائد سابق، هل يعني أنه بدأت الشكوك تدخل إلى نفوس القيادات الإيرانية ضمن الحرس الثوري تقودهم الآن إلى انشقاقات مستقبلية ربما؟ بالتأكيد هذا الأمر هو نفس الحالة الذي حصلت في عام ثورة 79، عندما أنا ذاك يعني شاهد ما تسمى إيران غير خلال ما يقارب العام أكثر من رئيس وزراء، يعني من عباس هويدا وصولا إلى آخرهم. وهذا دليل واضح أن النظام اليوم أصبح يمر بأزمة تفكك. لا ننسى اعتقال أيضا أحد المواطنات اللي هي من عائلة خامنئي نفسه، وأيضا انتقدت النظام وأساليبه واختياره، وهذا دليل أنه أصبح النظام داخليا يتفكك. النظام اليوم عندما نشاهد كشف جرائم يعني بالنسبة للضابط والقائد الحرس الذي سمعنا والمشاهدين سمعوا كلماته يتحدث عن مجازر سابقة، يعني كشف واضح هذا النظام مثل هذا الموضوع. قضية الاعتقالات المستمرة لمعارضين إيرانيين أو الآن قضية محمد باقر بختيار اعتقاله بسبب هذا التسجيل المسرب، هل ستقود إلى ضرب التظاهرات وتحجيمها أم ستقود في المقابل إلى اضطرابات أكثر ربما إضرابات أكثر؟ بالتأكيد هي يعني مثل ما قالوها الخبراء وقلناها دائما يعني عبر القنوات، يعني إذا ازداد النظام بالقمع والقتل والإجرام هناك تشتد حضور المواطنين والاعتصامات، وهي انتقلت حقيقة الآن عندما نشاهد جميع السيارات الشحن للنقل، يعني إن كان الصناعات البتروكيماويات أو المصانع الأخرى ونقل البضائع من الموانئ في الأحواز المحتلة مثلا على ضفة الخليج العربي الأحوازي وصولا إلى يعني ونقلها إلى داخل جغرافية إيران السياسية. وأيضاً العمال والشركات، هذا دليل أنه الانتفاضة لم تتوقف، الثورة لم تتوقف، وكل ما قمح هذا النظام يعني الثورة تقيم من استراتيجيتها وحضورها في الشارع. طيب، وهي تتقدم إلى الأمام. أستاذ طاهر، القيادات الإيرانية تقوم بعملية تصفية جسدية لمعارضين إيرانيين حتى خارج إيران، تذهب إلى أوروبا، إلى الولايات المتحدة، في دول أخرى كثيرة. هذا الموضوع هل سيقود إلى تدخل دولي في سبيل
إيقاف إيران عن ما النظام الإيراني عن ما يقوم به، هل ستكون هناك حماية توفر للمعارضين الإيرانيين في الداخل والخارج؟ طبعا بالنسبة للنظام الإيراني وهذا العمل الخسيس حقيقة لاغتيال المعارضة واغتيال قادات حركات التحرر، ولا ننسى جميعا اغتيال الشهيد القائد أحمد مولا في مملكة هولندا عام 2017-18 وكثير من القادة، ولكن بعد أن تكشفت جرائم هذا النظام وهناك كثير من القرارات صدرت من الأمم المتحدة من العفو الدولي وحتى الاتحاد الأوروبي، ويوم أمس واليوم هناك اجتماع في جنيف وهناك ممثلين من الأحواز ومن جبهة الشعوب الذي رأسها السيد المشاريف، وكان الحديث يدور حول إيقاف النظام الإيراني بجرائمه بالداخل والخارج. وأتصور اللجنة التي شكلت للضغط على النظام الإيراني ومن على الأساس أن تذهب هذه اللجنة لتخصي الحقائق وأيضا كشف الجرائم هذا، ستكون الضغوط الدولية لها تأثير، ولكن على العالم أن تكون هذه الضغوط على الأرض. النظام الإيراني يعتبر أنه هو متجه نحو الانهيار، فمن الممكن أن يقوم بكل الجرائم إذا لم تكون هذه الدول وهذه القرارات تكون صارمة. ولكن الآن إلى الآن لم يكن هناك تحرك دولي حقيقي صوب رد النظام الإيراني أو إيقافه عند حده فيما يفعل من تجاوزات ضد حقوق الإنسان، ألا يعطي هذا الموضوع حافزا للنظام الإيراني أو رسالة معينة أو إشارة أن النظام العالمي لا يأبه بما يحدث في طهران، ربما مجرد تصريحات سياسية؟ بالتأكيد، وهذا ما دائما نحن نذكر به العالم، نذكر به العالم ونذكر به المؤسسات الدولية والحكومات وحتى الأمم المتحدة، أنه هذا النظام منذ 43 عام وهو قام بجرائم بشعة، إن كان في داخل جغرافية ما تسمى إيران ولا أحد يتنكر يعني جريمته بالمحمرة في الأحواز أو في كردستان، وأيضا انتقلت هذه الجرائم في دولنا العربية، يعني الجرائم التي حصلت في العراق، في سوريا، في اليمن، في لبنان، وأيضا حتى في أوروبا، وقام النظام يعني بالحرق وتفجير من الأرجنتين وصولا إلى بيروت، ولكن صدرت هذه القرارات وصدرت هذه الرسائل، ولكن النظام لم يقف عن جرائمه. فعلى هذا مجددا وعبر قناتكم الموقرة نطالب العالم بأخذ قرارات رئيسية، يعني قرارات رئيسية تنفيذية من أجل تردع هذا النظام وإرهابه. اليوم الشعوب المنتفضة بالداخل والخارج، ومثل ما قلت قبل قليل بالأمم المتحدة اليوم بجنيف طالبنا بالأمم المتحدة بالضغط على النظام الإيراني من أجل إيقاف جرائمه. طيب نأتي هنا إلى سؤال أستاذ طاهر، هل من مصلحة العالم الآن، الدول العظمى، الأمم المتحدة، أن يزول هذا النظام الذي يقدم لهم خدمات جليلة في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط؟ بالطبع الدول كما تفضلت حضرتك يعني تبحث عن مصالحها وتبحث عن كما نشاهده حقيقة من يحافظ على مصالحها، ولكن عندما اليوم الشعوب منتفضة وأصبحت الثورة تأخذ مسيرها الصحيح لتغيير هذا النظام، يعني من الضروري الدول تغير استراتيجيتها يعني تنتقل إلى الجهة التي تحافظ على مصالحها وهي الأمن والاستقرار في المنطقة. النظام الإيراني أصبح يهدد مصالح الكل اليوم، فمن الممكن أن هذه الدول تغير، وخاصة نحن خلال 24 ساعة الأخيرة هناك كثير من التصريحات ومنها من الوزارة الخارجية الأمريكية وحتى دول إقليمية أنه من الممكن أن ينقلوا الملف الإيراني إن كان مفاوضات اتجاه المشروع النووي أو غيرها إلى الأمم المتحدة، ومن الممكن تفعيل المادة السابعة وهي التدخل العسكري بشأن ما تقوم به إيران من جرائم. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طاهر الأحوازي الكاتب السياسي معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.